ده شاب فلسطيني من بلدة الروم شمال القدس. قوات الاحتلال اقتحمت القرية بجبات عسكرية، فكعادة شباب البلدات الفلسطينية بيحاولوا انهم يتصدوا للاقتحامات دي من خلال إلقاء الحجارة عليهم. لكن اللي حصل مع الشاب ده تحديداً أمر غير عادي. جنود الاحتلال بيوثقوا اللي هيحصل من بدايته بالفيديو، وهقول لكم بعد شوية هم ليه بيوثقوا. الفيديو اللي صوره الجنود من داخل الجيب العسكري بيظهر فيه أحد الجنود وهو بيستخدم شاشة زي التابلت بيوجه إحداثياتها ناحية الشاب، فبيظهر مباشرة بعدها الشاب بيقع على الأرض. بس مش دي النهاية، الجنود بينزلوا علشان يكملوا التصوير ويورونا السلاح الجديد اللي تجرب على الشاب ده أثر فيه إزاي. هنلاقي إن الرصاصة مش بس اخترقت رجله، دي فصلتها وكسرت العظم كسور مضاعف. الجنود طبعاً كانوا مستعدين للمشهد وعارفين إن السلاح اللي استخدموه مش هتكون رصاصته عادية، فجاهزين بالضماد وربطوا للشاب رجله علشان ما يموتش من النزيف. في فيديو تاني لنفس السلاح بيظهر الجنود وهم بيجربوه على أهداف ثابتة، ومن قوة الإصابة بتاعته الأهداف الثابتة بتتحرك من مكانها، بالرغم إن السلاح مش محمول على إيد زي الرشاش أو البندقية. السلاح متثبت في الجيب لأن المقاومة الارتدادية بتاعته قوية جداً لدرجة إنها هزت الجيب العسكري اللي شايله. في مقابلة نشرتها مجلة جلوبز الإسرائيلية، وصف الرئيس التنفيذي لشركة الأسلحة سمارت شوتر الحرب الإسرائيلية على غزة لأنها فرصة لزيادة المبيعات، وقال إنها أفضل ساعة في تاريخ الصناعات الدفاعية. تخيل، إسرائيل بتستخدم غزة فعلياً لحقل تجارب لأسلحتها علشان تسوقها لزبائنها الدوليين. تقرير لمجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية المستقلة يؤكد أنه رغم كون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أكثر الحملات العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث، إلا أن المستثمرين يضخون أموالاً هائلة على شركات الأسلحة الإسرائيلية، ما يجعل هذه الشركات المنتصر الوحيد في هذه الحرب. أنتوني لوينشتاين، صحفي استرالي ألماني ومؤلف كتاب المختبر الفلسطيني، يقول في تصريحات لوكالة الأناضول إن إسرائيل تختبر حالياً أسلحة جديدة في غزة، والتي سيباع بعضها قريباً على مستوى العالم باعتبارها اختبرت في المعركة. ويؤكد أن قطاع الدفاع الإسرائيلي استخدم فلسطين لسنوات كمختبر للأسلحة الجديدة وتقنيات المراقبة، وده أحد الأسباب الرئيسية اللي بتجعل العديد من الدول تدعم الاحتلال الإسرائيلي، لأن الدعم ده بيكون مقابله تصدير السلاح الإسرائيلي لأنظمته. أندرو فاينستاين أحد خبراء صناعة السلاح يقول إن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد أكثر الاحتلالات وحشية في أي مكان في العالم، لأنه ببساطة يتعامل مع حياة الفلسطينيين وكأنها لا تساوي شيئاً، حيث يقتلهم بشكل عشوائي من أجل الترويج لأسلحتها، في مقدمتها الطائرات بدون طيار التابعة لشركة إلبت التي تقتل مئات المدنيين الأبرياء ومعظمهم من الأطفال. استخدم فيديوهات إصابة الأهداف الفلسطينية للدعاية لصناعة الأسلحة الإسرائيلية. إسرائيل لا تستخدم الفلسطينيين مختبراً لشركات السلاح الخاصة بها فقط، لكنها أيضاً تستخدمهم كمختبر لعدد من أكبر صانعي الأسلحة في العالم بحسب فاينستاين. نسيت أقول لك حاجة مهمة، أندرو فاينستاين اللي قال الكلام اللي فات ده هو مش بس سياسي جنوب أفريقي ولا خبير في الأسلحة بس، ده كمان يهودي، والدته كانت من اليهود القلائل في فيينا اللي نجوا من الحرب العالمية الثانية، وعاشت في قبو فحم لأكثر من 3 سنين هرب من الموت. لكن الراجل ضميره حي بسبب الإبادة الجماعية اللي شافها بعينيه في جنوب أفريقيا، فمش قادر يقبل إنه يشوف الشعب الفلسطيني بيتعرض للإبادة ويسكت. طبعاً ده لا يعني إن إسرائيل بتشن الحروب بتاعتها خصيصاً علشان تعمل دعاية للأسلحة بتاعتها، لكن بما إني هحارب فبالمرة أجرب أسلحة جديدة على الفلسطينيين. وعلى ذكر الضمير الإنساني بعيداً عن العرق والدين، فهنا تجب الإشارة إلى أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عام 2022 بإجمالي يقدر 12.5 مليار دولار. مثلاً عام 2017 إسرائيل كانت من أكبر مصدري الطائرات العسكرية بدون طيار في العالم. الخبراء يتوقعون أن ترتفع مبيعات إسرائيل من الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الحليفة لها، وأن تتجاوز الرقم القياسي السابق بعد حرب غزة، وذلك لأن حجم الدمار ومدة حدوثه غير المسبوقين يوفران فرصة غير مسبوقة أيضاً
لتجريب أكبر عدد من الأسلحة الجديدة. في هذا الإطار، منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً عام 2019 أكد أن العملية التي تبيع بها إسرائيل أسلحتها محاطة بالسرية. وجدت منظمة العفو الدولية أن الشركات الإسرائيلية صدرت أسلحة وصلت إلى وجهتها بعد سلسلة من المعاملات تجنب بذلك المراقبة الدولية. ولم تصدق إسرائيل طبعاً على معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة المعرضة لخطر استخدامها في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وعلى فكرة، في تقارير بتؤكد أن الأسلحة الإسرائيلية تم استخدامها في جريمة الإبادة الجماعية اللي ارتكبت في رواندا وقتل فيها أكثر من 800,000 شخص، وأن إسرائيل برضو صدرت أسلحة لصربيا خلال حربها على مسلمي المسلم. الخلاصة هي أن إسرائيل تؤدي دوراً مروعاً لا تجرؤ عليه دول عظمى، كونها تستخدم شعباً لحقل تجارب ودعاية لأسلحتها بافتقار واضح بأي نوع من أنواع الردع الأخلاقي أو القانوني على مدار أكثر من 130 يوم. والسؤال الآن، هل تتوقعون أن يأتي يوم تحاسب فيه إسرائيل على جرائمها المروعة؟